لازم الوزارة لازم تنضم للثيم حق الرؤية السعودية 2030 للتعاون مع القطاع الخاص. فعندنا يعني ميزة اقتصادية موجودة هنا، ان انت عندك قطاع اعلامي مو موجود وممكن يوظف السعوديين بشكل كبير. فالمفترض ان كل الممارسات، كل الأنشطة اللي فيها يعني مؤسسات مفترض انها تكون من القطاع الخاص، انه خلاص يصير في خصخصة في الوزارة وفي الهيئة، وانها تفتح المجال للقطاع الاعلامي. هذا من ناحيه الاقتصاد، انه بيزيد الناتج المحلي، بيزيد وظائف، بيسوي فرص للسعوديين، لان السعودي بيشتغل في الاعلام. يمكن شفنا يعني حتى الان في المجله الاعلاميه حتى تتكلم عنها سمو وزير الثقافه، واللي تم توقيع شراكات فيها. حتى كان الحديث عن القنوات السعوديه الموجوده في الخارج، انه تجي مو حتى نبي حتى قنوات غير سعوديه بعد تجي هنا يعني تستثمر، منصات اعلاميه بالضبط.